صعب نقدر نحدد سبب الوفاة إلا بعد تجميع كل أجزاء الجثة. حسام، حسام، أجزاء الجثة إيه؟ حصل أدهم باشا، أنا عملت نشر في البلد كلها، أي حد يلاقي أي أجزاء يبلغ أقرب مركز هنا. معقول؟ معقول اللي بقى بيحصل ده؟ إزاي حد يجيله قلب يعمل المصيبة السودة دي؟ أنت أول مرة تشوفي الجريمة؟ لا يا أدهم مش أول مرة، بس مش معقول ده يبقى العادي، أنا بس مش قادرة أصدق اللي بقى بيحصل. طيب اهدي، خلينا بس نفكر بهدوء. إيه السبب اللي يخلي حد يقطع رقبة واحد؟ ممكن يبقى عايز يخفي شخصيته. بس هو ما حاولش يشوه ملامحه. يبقى اللي قتل ما قتلش عن عمد، وكان عايز يخفي الجثة وبسرعة. يخفي الجثة ولا الراس بس؟ لموها من صناديق الزبالة في القناطر. كلهم لنفس الشخص؟ ايد على رجل، جبت قلب. خلاص يا وفاء، شايفة والله السؤال أبسط من كده. بقيت الأجزاء جاري البحث عنها، بس الأجزاء اللي موجودة كلها بتقول إنها لشخص واحد. هقدر أقولك تقرير أدق بعد الفحص. افحصي بقى، ربنا معاكي، كلميني. أحب أبلغكم إن البصمات اللي خدتها دكتورة وفاء من الجثة ما انطبقتش على أي مسجل. يعني كده إحنا قدامنا حد ملوش سوابق. على كده هنستبعد البلطجية وشغل العصابات مع بعضها. بس في جماعات متطرفة بتقطع الراس بعد ما بتحكم على اللي قدامها بالكفر. مظبوط، بس الجماعات دي ليها سلوك مختلف. يعني الجماعات دي استعراضية قوي، لو عملت حاجة زي كده هتظهرها، مش هتخفي راس في كيس زبالة اسود. طب انا كنت بفكر في حاجة. فاكرين زمان كان في موضة كده بتاعت الستات لما بيقتلوا جوازهم بيقطعوهم وبيحطوهم في كيس زبالة؟ يعني كان اظن انها ممكن تبقى حاجة شبه كده. على العموم احنا قدام قضية غريبة لازم نحلها. عمرها ما حصلت قبل كده يا ادهم. أنا دخلت مرتين على السيستم عشان أشوف بصماته، ملهاش أي أثر حتى عند موظفين الحكومة. معلش يا وجدي، كان لازم أبقى واثق. لازم تبقى واثق، عمر سيستم البصمات ما غلط. طب العينات اللي جت من الطب الشرعي ما جابتش جديد؟ أثبتت إن مفيش تسمم ولا مواد مخدرة ولا كحول. واضح إنه كان ريفي محترم. ريفي؟ اشمعنى ريفي يعني؟ بدي البلهارسيا. مالك يا أدهم؟ مش عارف. حاجة ليها علاقة بالجريمة؟ يمكن. الله، طب ما احنا ياما شفنا وابشع من كده، ايه الجديد؟ يعني كتر الجرائم اللي بنشوفها الواحد تعب. خد لك اجازة. ما اقدرش، وخدت اجازة هتعب اكتر. ريفي؟ بس ده منطقي. احنا لقينا الراس في منطقة حواليها ارياف كتير. كتير قوي، لدرجة صعب ندور فيها كلها. طيب ولو كده احنا ممكن ناخد صور القتيل نوزعها على كل المناطق الريفية، يمكن حد يتعرف عليه. لا لا بلاش، مش ناقصين دوشة. طيب احنا هنعرف ازاي؟ يعني انا رجعت كل بلاغات المفقودين، مفيش حد اوصافه تنطبق على القتيل. وده معناه ان لحد دلوقتي محدش حس باختفائه. اه ممكن يكون ملوش حد اصلا يحس باختفائه. بالظبط. مش كده يا ادهم؟ انت مش معانا ولا ايه؟ لا انا معاكم. طب بنقول ازاي نتعرف على شخصيته؟ مش هنغلب، مش بالبصمة بس ممكن نعرف هوية القاتل. في حاجات تانية. يعني الأجزاء دي كلها لشخص واحد؟ الحمض النووي أثبت ده. عمر ما بين الأربعين والخمسين. سبب الوفاة خبطة مباشرة على الرأس أدت لكسر في الجمجمة ونزيف حاد في المخ، عمل هبوط في الدورة الدموية. طب ما فيش أي علامات مميزة يا دكتور؟ كف الإيد وبطن الصوابع، واضح ان هو كان بيسوق موتوسيكل بشكل مستمر. ادهم، في سؤال عايز اساله لك من بدري. بما انك اقدم مني في الشغلانه، عمرك شفت جريمه بالبشاعه دي؟ في جريمه بشعه وجريمه جميله؟ لا، بس في جريمه ممكن، وبقول ممكن مش قاعده ثابته، تتقبلها كانسان، وفي جريمه زي اللي شفناها النهارده تحسسك ان انت اتجردت من انسانيتك. انتوا بتتعاملوا مع كلمة إنسانية على أساس إنها حاجة لطيفة. الإنسان ده أساس المشاكل كلها. إيه الأخبار؟ فعلاً طلع عنده رخصة موتوسيكل. بقى لها 10 سنين. الرقم الرخصة. لا لا، أنا عايز الاسم والعنوان بس. طب هطبع لك صورة أسرع.
ماشي. اتفضل. حسين محمد علي الدهشة. دار عيلة دهشان منين؟ تعال معايا يا باشا. تفتكر مين قتل حسين يا حاج؟ حزقني يا باشا. حسين انا محمله في الضرب من ساعة. ازاي بس يا حاج؟ جثة حسين في الطب الشرعي. طيب احنا بنسأل يعني اذا كان ليه عداوات. اخويا الله يرحمه يا باشا عمره ما كان ليه عداوات مع حد. الكل هنا بيحبه. حتى بيت النعمان يا محمود. قلت لي مين حضرتك؟ عطا الدهشان يا باشا، ابن عم المرحوم، ومحمود ده يبقى اخوه. يا جميل حن عليا بقى مش كده؟ دوختني معاك، على فين يا نورت البلد؟ ما تسيبني في حالي بقى يا حسن، الناس بيتكلموا يا اخي، والكلام ده لو وصل لابويا هيقتل قتيل. ابوكي ما يقدرش يقتل غير نفسه، انا من عيلة الدهشان يا بنت. انا رايتك يا بنت. هتمشي ولا نازلك حد من عيلتنا؟ نادي الجن الازرق ولا يهمني. والله العظيم. روح انت نوار. فين حسن ابن الدهشان؟ خير يا مصطفى، في حاجة؟ ما تلم نفسك وتحترم سنك يا جدع انت. والمتلمتش يا مصطفى هتعمل ايه؟ هقطع رقبتك وعلقها على باب بيتكم. قال له هقطع رقبتك. هو كلام يا باشا. ما انا طول النهار اقول للعيال هقطع رقبيكم. معقول يعني اقطعها بصوت؟ بس يا حاج حسين فعلا رقبته اتقطعت. حتى انت كمان يا ابو الحاج هتدافع عن اولاد نعمان. دم ابني مش هيروح هدر. وشوفوا يا باشوات. لو عايزين توصلوا للقاتل شوفوا لكم سكه ثانيه غير اللي انتم ماشيين فيها دي. لكن وشرفي عيله النعمان هتعوم على بحور دم. ايه يا حاج مهدي؟ ينفع عن الكلام ده يتقال قدامنا؟ حاج مهدي حق ابنك حسين احنا اللي هنرجعه. حسن يا باشا قولنا اسمه حسن. لو سمحت لو سمحت اروح منطقة الدهشان منين؟ لا يا حاج مهدي على حسب حساباتنا احنا انتوا اللي فاهمين غلط. لا يا باشا الحكومة حسبت غلط. لا يا حاج مهدي أنا معايا صورة من رخصة المرحوم فيها صورته واضحة ومكتوب جنبها حسين الدهشان. ما هو الغلط جه من هنا يا باشا. يعني إيه؟ أنا أفهمك إزاي يا باشا؟ أنا فاهم الباشا يا حاج. أنا حسين يا باشا. حسين دهشان. بس كل العلامات ورخصة سواقة الموتوسيكل بتقول إن الاسم حسين. أه يا باشا ما هي الرخصة باسم أنا بس إحنا الاتنين بنسوق الموتوسيكل. رخصة واحدة. ما إحنا فولة واتقسمت نصين. بالظبط. هو هنا السؤال هو القاتل قتل حسن عشانه حسن ولا لانه افتكرك انت حسين؟ ما تفرقش عندنا يا باشا. بتفرق عندنا قوي. ده يعني دافع القتل وبكده نعرف القاتل. يبقى اكيد ولازما وحتما ولابد من بيت نعمان يا باشا. اه وليه اكيد وحتما ولازما؟ طول عمر عيلتنا وعيله نعمان بينا عداوه كبيره من ايام جد الجدود والكره بيتورث من جيل لجيل. لدرجة القتل؟ زمان ياما أهلنا شافوا بحور دم. ساعات ممكن الدم يبقى جوه العيلة كده ولا إيه يا عطا؟ حاج مهدي محمود كان قال لي إن الدم أوقات بيكون من جوه العيلة. قصده إيه؟ لكش صالح بكلام العيال يا باشا. أنا هقول لك الحكاية. ينوره هما كام يوم وربنا يكرمنا خلاص. هو أنا خايفة قوي يا عطا. ده مصطفى ابن عمي لو حس مش بايدي موتنا إحنا الاتنين. يا بنتي هو ده عنده دم ولا بيحس أصلاً؟ أكيد هيحس. ليه عندك حق يا بنت يا نوار؟ حسين؟ لا ده حسن معرفتوش؟ إيه بنت البجاحة دي؟ أنا قلت لما أظبطك مع النادل ده وشك يصفر وتموتي في جلدي. مش هناولها لك أبداً يا حسن يا ابن دهشان. وبعدين وشي يصفر ليه؟ هو انت شايفنا بنعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ جرى يا حسن ما تحترم نفسك شويه يا جدع. ما تحترم نفسك انت الاول يا عاطف. وايه اللي حصل يا جدعان؟ عين عينك كده. الله احنا فلاحين. انت هتتبلع علينا يا جدع انت ولا ايه؟ ما تخلي عندك دم. ده لو عندك دم اصلا وافتكر ان انت متجوز زريده بنت عمك. ست ستات عيله دهشان يا جدع احترم سنك. ده باين عليك عايز تتربى. طب البسي هدومك بقى نوره ولم الدور. عيب كده ما يصحش. هو انت هتتبلع عليا بالدور يا حسن؟ هنعمل اللي انا عايزه يا نوره. يعني ايه تعمل اللي انت عايزه يا حسن؟ الاثنين عاوزين تتربوا وانت بنت نعمان. اجري على داركم قبل ما اكسر نافوخك. حاضر حاضر يابا. انا انت كمان عاوز تتربى؟ ايه الراي بقى؟ وانت يا عطا ما اشوفش خلقتك هنا تاني. لا ده كلام يتقال يا ابو الحاج.
لمنطقة أعراض، ما كانش صح تقول كلام زي ده أبدا. إيه بتتكلم أبويا باللهجة دي يا عطا؟ اتلم أعرف مقامك كويس أوي. أنا مقامي معروف ومحفوظ يا محمود. لا يا راجل، أنا لو مكانك كنت حطيت راسي في الأرض، لأن الحاج مهدي ده مش عمك وبس، لا، ده أبو حسين، حسين ده عشان اللي خيره عليك وعلى كل إخواتك. مفيش حد خيره عليا، لو خيره عليا ما كانش إدانا فلوس بالفايز. شو وقته الكلام ده يا عطا؟ بالعكس، هو ده وقته. وخصوصا يعني ان حكايه الفايز دي ما طلعتش من جوه العيله بس. لا يا باشا، مش جوه العيله بس. امسك يا سليمان الفلوس اللي طلبتها مني اهي. ربنا يخليك يا حسين. بس بقى عشان كل واحد يعني لما مؤاخذه يضمن حقه ونضيع على الكميه. مزود كام؟ زياده البنك ولا مليم زياده. امضى يا ابو حماد. الله، انت واخد في وشك وماشي كده، مش ناوي تدفع حاجه من اللي عليك؟ لا مؤاخذه يا حسين، ما كنتش واخد بالي يعني، لا مؤاخذه يا حسين، الحاله يعني والظروف ولا يهمك ولا تشغل بالك. بس لا مؤاخذه بقى، عدي عليها بالليل علشان تمضي الكمياله الجديده. بالليل؟ اه حاضر يا حسين، حاضر. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ربنا ما يحرمناش منك. انتوا عارفين لو حطيت المبلغ ده في وديعه في البنك كان كسب قد ايه؟ ما كانش هيبقى ربا على الاقل. ولا مؤاخذه يا باشا، في قانون بيمنع الكلام ده؟ في الدنيا لا للاسف. بس ده يخليني اطلب منك كشف باسماء الناس اللي كنت بتتاجر معاهم، وخصوصا اللي مش قادرين يسددوا. مش كتير يا باشا، وبعدين لا مؤاخذه يعني ده موضوع خصوصي. حسين، ادي الباشا اللي هو عايزه. اللي طلبته يجي، دي جريمه قتل، واللي اتقتل ده اخوه. ثلاثه عايز اشوفهم، نواره وفريده مرات حسن ومصطفى. والله يا باشا، انا لما سمعت ان حسن ده عشان مات زعلت قوي. والله والله زعلت، عشان كان نفسي انا اللي اقطع رقبته. عايز تقنعني انك انت ما عملتهاش. انت فاهم يا باشا ان انا لو عملتها كنت حاجه، انا كنت هشيل راسه والف بيها البلد عشان كل مخلوق يعرف انا عملت فيه ايه. يا للدرجه دي كنت بتكرهه؟ حلتنا كلها، قلتنا كلها بتكرههم من زمان، وانا بالذات لا بطيء حسن ولا حسين. طب ومحمود؟ محمود ده يا باشا لا اللي في الدور ولا في الضحيه، ده لدول ابوه. ربنا خلق اخواته من غير اخلاق، وخلقه هو من غير عقل، ماشي تحب عصايته في الخال. عارف يا باشا الدبه اللي قتلت صاحبات؟ عارفها. ايه علاقتها بمحمود؟ زيه زيها بالظبط، طول الوقت مستعياله ان هو بيعمل الصح، وهو حمار كل ما يجي يعمل حاجه يخربها. بصي يا استاذه، عشان اختصر عليكي، انا لا اعرف مين قتل حسن ولا ليه ولا اي حاجه من دي خالص. بس حسن كان بيضايقك؟ الاثنين. يعني ايه الاثنين كانوا بيضايقوني؟ حسن ومصطفى؟ لا، حسن وحسين. كانوا بيضايقوك ازاي؟ هم اصلهم كانوا حاجه غريبه قوي، البلد كلها كانت بتحكي وتتحكي عليهم. اصلها يعني اول مره نوع على اتنين من بطن واحده، دي سبحان الله كأنهم فولة وانقسمت نصين. غريبة قوي، عمر ما حد في البلد ولد توأم؟ ما نوعيش يا أستاذة، هو سمعنا لكن ما شفناش. الغريبة بقى إن هما الاتنين كانوا شبه بعض في الشكل بس، لكن التعامل ده حاجة وده حاجة تانية خالص. أفهم بقى، وخصوصا إن مفيش حد في البلد شاف حسين وهو بيضايقك. أصل حسين ده كان تقيل وخبيث، كان على طول يمشي في البلد بالموتوسيكل بتاعه ويتمنظر بيه قدام الناس، أو يلف عليهم يعني عشان يجمع الفلوس اللي عليهم. لكن حسن ده كان خفيف خالص. نوارة، انت جننت ولا ايه يا حسين؟ انا حسن يا بنت. ليه وانا عبيطة؟ ده انا اعرفكم من بعض وانا مغمضة. عشان يعني شفتيني معايا الموتوسيكل؟ موتوسيكل ده ايه؟ انت عينيك فيها غدر وهو عينيه فيها طمع. تعرفي تقري عنينا كمان؟ وافقعهم كمان لو قالوا ادبهم. انا بقى دلوقتي اقدر افقع شفايفي تبوس لحد غشم. طب والله العظيم اعملها وانا اوريك هعمل فيك ايه. اوعى كده، سيب ايدي، ابعد عني يا حسين، انا مجنونة اقتلك والله. طيب يا نوارة، طيب بس عطا بتاعك ده يبقى خليه ينفعك، ودي لي محد متجوزي خير. انا حسين الدهشان يا بنت، وسالي البلد كلها عني، وعطا بتاعك ده هسجنهولي. ادهم باشا. اه حسن، يعني انا حاسس ان سيادتك متغير من ساعه ما بدانا الحادثه دي. تعرف يا حسن، عارف يعني ايه تقعد تلم اجزاء بني ادم؟ ايد من هنا، راس من هنا، رجل من هنا. احنا بني ادمين مش وحوش.
منك على حاجة؟ بصراحة يعني مستغربك. ايه؟ يعني حاسس ان مينفعش انت تبقى كده. هقول لحضرتك يعني ممكن يكون الموضوع بالنسبة لنا مختلف مش عادي. طب قول لحضرتك عمري ما تخيلت ان هلاقي بني ادمين بالشكل ده يبقى عندهم درجة البشاعة دي لدرجة اني شكيت في نفسي. حسيت اني تهزيت او ما ينفعش اكون ظابط اصلا. لكن انت لا طبعا لا. انا لسه حتى خايف منه؟ مش متأكد لسه. تأخذيناش يا أستاذ، لسه من التقديم اللي حصل لنا. البقاء لله يا حاجة قلبي عندك. يسلم لي قلبك يا حبيبتي. بص يا حاجة، من الآخر كده أنا جاي أسألك عن اللي حصل للمرحوم حسن. الله يرحمه بقى، مرضيش بنصيبه قام جراله اللي صابه. يعني ايه مرضيش بنصيبه؟ هقولك ايه بس ولا ايه يا استاذة؟ عملتلك الشاي اهو يا حسن. نظرة يا جميل، بص علينا شوية ولا كأننا هنا. جرى ايه يا حسن؟ ما تعمل اعتبار يا اخويا على الأقل. جرى ايه يا ولية؟ انت مش خدتي زمنك وخلاص، سيبيني بقى اشوف زمني. لا وانت الصادق يا اخوي، انت اللي عايز تسرق زمن غيرك. ادي النكد على المسا، ما بمشي غوري من قدامي بقى، ربنا يريحني منك. ده لما تشوف حلمه ودنك ان شاء الله. يا ساتر. للدرجه دي؟ واكتر والنبي يا استاذ، كانش عنده قلب ولا ضمير، كان اناني قوي، ما بيشوفش في الدنيا دي كلها الا نفسه وبس. واضح ان حياتك معاه كانت صعبه. قوي، لدرجه ان في الثلاث اربع اشهر الاخرانيين دول هما كان بيبص لي بصات عجيبه كده، زي ما يكون هيخنقني ولا يذبحني وانا نايمه. عشان يخلص مني ويشوف له شوفة تانية. طب وحسين؟ ما تخيرش عنه وحياتي، بس حسين كان عازب مش متجوز، يعني عينيه تزوغ براحته. تفكيرك غريب قوي يا حاجة. الدنيا علمتني، حتى محمود أخوه ما سلمش منه. أنت صحيح بتعكس مريم بتسمعيني يا حسن؟ اخلع من قدامي ياض. ما تقوليش ياض. طب سيبني يا محمود دلوقتي، دماغي مش رايقة. طيب، مريم دي ما تعكسهاش تاني عشان تخصني. ياض مش أنت اللي تقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه؟ فاهم؟ أنا أخوك المفروض يعني. طب امشي من قدامي يا مريم. اللي أنت محموق عليها قوي دي البلد كلها ماشية معاها، روح اعمل راجل بقى وقدمها بالعصاية اللي أنت منفوخ بيها قوي دي. لما مروة سألت على مريم وعلى منورة محدش قال عليهم كلمة وحشة، بالعكس الكل شكر في أخلاقهم. طب أنت مش شايف إنها غريبة شوية إن واحدة زي فريدة تتكلم على جوزها بالشكل ده؟ وخصوصا بعد ما مات. لانه شخص واطي، ده اللي مصعب الموضوع. عشان ده وفى القتل كتير،
بالظبط. القهوة بتاعتي بسرعة. يعني واحد عينه زايغة وبيرسم على واحدة من عيلة أكتر عيلة بتكره عيلته، وابن عم وابن عمها وأخوه بيحبوها، ده غير إن الاتنين فولة واتقسمت نصين. بالظبط، ده يضاعف المشكلة. حسين ده وافق قتله كتير، يعني أي حد مديون له مش قادر يسدد يخلص منه. ده يرجعنا للسؤال الأولاني، مين اللي اتقتل؟ حسن لأنه حسن ولا القاتل افتكره حسين؟ بص، هو في كل الأحوال القاتل اللي يعمل كده في جثة بيكره حسن أو حسين. مش شرط، ممكن معرفش يخفي الجثة فقطعها عشان يعملها بسهولة. بس لسه ما جاوبناش على السؤال الأساسي، حسن ولا حسين؟ والحل؟ مبدئيا نستجوب الكل مرة تانية. استلفت كام من حسين يا محمود؟ حسين ده اخويا يا باشا. جاوب على السؤال، استلفت كام؟ تكونوش شاكين ان انا ممكن اقتل اخويا؟ احنا شك براحتنا. بص يا محمود، ظبط نوعين، كويس ووحش، انا النوع الثالث. كام؟ 10,000 جنيه يا باشا. تمام، اتفضل. ماشي يا باشا. يعني ايه مش لاقيها يا حسين؟ يعني ايه مش لاقي لستة فيها اسماء كل الناس اللي استلفت منك فلوس؟ مش لاقيها يا باشا، والله دورت في كل حته مش لاقيها. مش جايز تكون في حته تانية؟ حته تانية فين بس يا باشا؟ اكيد في الاوضه. طب ما راحت فين؟ هي اكيد اتسرقت. القاتل اللي قتل حسن اخويا هو اللي سرقها. يبقى القاتل قصدك انت، مش قصد اخوك حسن. هو مفيش غيره يا باشا. مين؟ مصطفى بن نعمان. انت كنت عارف ان حسن بيغلس على نواره؟ كنت عارف وكنت ساكت. وانا هعمل ايه يا باشا؟ اخص اخص على الرجاله. باشا انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ بقول لك ايه يا عطا، هو حسن كان سالف فلوس من حسين اكتر من 50,000 جنيه، وكان عايز يبيع حسن الارض اللي كان كاتبها له عم الحاج مهدي، بس حسن ما وافقش. هو حسين وحسن اتخانقوا مع بعض ليه؟ ما حصلش يا باشا. يعني حسين بيكذب؟ ده هو اللي قال. هما اتخانقوا مع بعض بصدق ولا ايه بيه؟ انت بتسأل يا حاج، انا اللي بسأل هنا بس. هما اتخانقوا مع بعض ليه؟ مش عايز تتكلم. ما عنديش كلام اقوله للحكومة. وبعدين من غير مؤاخذة، اللي بيحصل جوه العيلة بناتنا ما يصحش ان حد غريب يطلع عليه. وبفرض ان حسن وحسين اتخانقوا مع بعضيهم، فمصادير البطن بتتعارك ولا ايه يا باشا؟ يعني اتخانقوا فعلا؟ بص يا سيدي، دي قطنه ودي ماده، هناخد منها نقطتين ثلاثه بالظبط، وهتدهني على السطح المفترض انه عليه دم بشري. الدم ده حتى لو قديم او مغسول كويس، المفروض لما تعملي كده القطنه دي تحمر. بس كده؟ بس كده، بس تعملي اللي قلت لك عليه بالظبط. طيب لو افترضنا ان نفس المكان ده عليه دم اي حاجه تانية زي الحيوانات اللي في الغيطان اللي هناك، القطنه هتحمر؟ الماده دي ما بتتفعلش الا مع دم البني ادم، يعني القطنه ما تحمرش الا لو كان دم بني ادم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بالبهوات. خلاص يا بهوات، عرفتوا مين اللي قتل ابني ولا لسه هتحججوا في التحقيقات بتاعتكم دي اللي مش عايزة تخلص؟ لا يا حاج، مفيش تحقيق تاني خلاص. احنا بس جايين عشان نتأكد من حاجة. تتأكدوا من إيه يا باشا؟ عصايتك يا محمود. خير يا باشا؟ عايزينها. بلاش عليك. شايف عليها ولا يا دكتور؟ ايه ده؟
في أثر دم على العصايتر. ده تلقاه دم فار ولا حاجة من اللي بتقتله في الغيطان كل يوم. لا يا حاج، ده دم بني آدم، لأنه لو مش دم بني آدم القطنة ما كانتش عمرها هتحمر. حاج عموما العصا دي بتلقعها في البيت ولا الباب طول النهار، واي حد ممكن يستعملها. يعني فيها ايه يعني؟ يعني ايه؟ محمود هو اللي قتل حسن؟ قتلت اخوك يا محمود؟ ما تستعجلش يا عاطف، لسه الحكايه ما خلصتش. القاتل ما كانش قاصد حسن، كان قاصد حسين.